على الشعب التونسي. كنتوا تسمعوا في شنو قال كنا سعيد. نسمعوا في خطاب منعرفش كيفاش جولو كاليفي معناه انا واللي باش نقولوا تعرف ما عنديش برشا مع مش كنوا واضحين ما عنديش برشا مع السياسه سورتو في تونس بون مي نتبع اي كعابد معناتها من برا انا يظهر لي الديسكور هذايا غودوندون خلينا نقول ولا بيان سور غايب زين امبريسيون اللي قاعدين نعاودوا غير مفيد اللي باش نقول مش لا يليق به ويليق به لكن لا يليق بالمنصب نتاعو اذا تكون رئيسة التوانسه وتفرق التوانسه نحن هما سكرجيه ونحن شكون قال لي انت وطني يا سيدي وشكون قال لي انت مش عندك استراتيجي وعندك جماعه وراو في التعيينات نتاعك الاخر كلها تبارك الله معناها دار اللي فما حنكه وفما معناها واللي الكلام اللي نقول فيه واللي باش نقوله توا ينجم انا يدخلني الحبس هم باش نقول لك علاش خاطر البارح دي جينيرو كيما كيكا قيمه وخضر ووجه البلاد والعسكر وما ادراك ما الجيش التونسي معناها اللي يحكيوا عليه حتى في الغرف المغلقه نتاع الاف بي اي ونتاع السي اي ونتاع معناها معقدينه شوية ويعتبروا الجيش ويبختيم الامن شو بربي جايب معناها جماعه كيكا تتفرغ في قلبك وتحكي على خصومك تي خصومك شكون قال انت وطني والخمارات اخي معناها واحد خمارات معناها كلمه خمارات مطعم زاده سامبلومون ايه عنده مشكله عنده مشكله مع الناس اللي تخرج تتفرهد ما عنده مشكله مع الناس اللي تتقابل نحن عندنا في ثقافتنا نتقابلوا ديما اوتور دون تابل يمشي يرجع من اول التاريخ وقت يجيك وقت واحد يمشي لاي عائله اي قريه اي قبيله اول حاجه يعملوا يذبحوا العلوش ويقعدوا والخمارات موجوده حتى من الوقت اللي انت تحب ترجع له قيس سعيد دونك انا يظهر لي لا ريكرياسيون فيت ما نقعدوش نستنيو حتى 17 ديسمبر باش تعلن خاطر فما برشا اقاويل تقول اللي باش يعمل اجراءات وراه كان تكمل هكا معناها تو فافير حتى لي بلو فيرفون اللي دافع عليه يفون ريغريتي لافون 25 جويي عمري ما ريت في حياتي خاطر راهو انا نتكلم هكا ونتكلم بالحراره هذه خاطر انا ولد الشارع راني نخرج برشا والعباد تعرفني وتنجم تراوني وين في في, في البلاصه اخر بلاصه في مخك تتصورها تنجم تراني داير الويكاند هذا ماشي لصفاقس خاطر يظهر لي المره اللي فاتت وقع سوء تفاهم وقت نحكي انا ومراد على حكايه صفاقس وهاني ماشي غاد سور بلاس شوف شنو الحكايه معناها جو سوي كالكان دو تري بريم هذيك خدمتي راهو مش لاني نستعرض في عضلاتي ولا داخل في حمله انتخابيه راهو نبض الشارع الاحباط كان يصير سي اوني ديسو بار السيد قيس سعيد راهو نقعدوا 10 سنين اتعس من اللي عشناه قبل سورتو انه بعد اللي صار 25 جويلية تونس وقتها حال معناتها ايديها ولي بغا اوفير مستعد ليه تو انا نفهم معناها تحب تحترم اما معناها هالخطاب هذا بالحق ولا انا بيدي ولا شنج لي عصاي ما عادش نسمع عادش نعطيه وذني وتجيب ليه تو تقول تجيب مدام ماشال ولا تجيب طونطون ميسكولاسيون تحكي وتتفيس عليهم ولا شهاب المكي اما تجيب معناها لي جينيرو معناها الساس العرسه اللي منعت البلاد من الفوضى ومعناها وتفرغ قلبك يمشي العالية هو زيد حب يشكرهم تشكرهم مشكرهم هما وغت ولا مش تشكرهم والخمارات والوين أنا خويا هذية هالتقسيم فما تقسيم صريح معناها ولاش الواحد زاد توا يعمل مراجعات معناها شكون في تونس ما فرحش لو 25 بالاجراءات معناها غمه وتنحات على قلب كل يوم تتحل التلفزه واحده تعيط الاخرى لابسه كاسك الاخر يرشق في الفلوس الاخر يضرب بالتليفون سيت ايماج اون افي مار مي فينالمون تفيق اللي كلك سوا لا سوليسيون معناها ترتاح من دماله تطلع لك دماله اخرى الى متى يا اخي يا خويا مشيو خليه نشوف هالوجوه اللي تراو فيها الطفل اللي ماركا البونت البارح الطفل اللي هز ميداليه ذهبيه ذاك مستقبل تونس تحب تسمع قالوا الشعب يريد ذاك الشعب يلزم نخبه رياضيه سياسيه يلزم ناس تخمم يلزم ناس تجمع مش ناس تفرق رانا داخلين في تريب خايب ممكن شباب زاد عارفين شنو صاير اكزاكتومون تي تو شباب ربي كيما هو تو استفتاء ما تعرفش ما عندك حتى فيزيبيليتي ورضينا بالرسمي كيما قالت يمين الزغلامي ما نحبش نستعمل الكلام اللي كلمته مرضينا بوضعيه والوضعيه ما رضتش